السلام عليكم أصعاب الخضار اليوم وإليكم أيضا أصعاب اللحوم السودانية. قبل التفاصيل ومع بفتاة آخر الأسعار ياريت ما تنسوش دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتنسوش تفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو بتشوفوا القناة لأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنال إعجابكم. انخفاض كبير في أسعار الخضار اليوم، إليكم الآن الأسعار من إحدى الأسواق في محافظة المنيا. حدث انخفاض في الأسعار حيث وصل سعر كيلو الطماطم اليوم من 5 ل 8 جنيه، البطاطس ب 5 جنيه، الخيار الكيلو ونص ب 10 جنيه، البصل وصل سعره ل 3 جنيه، الفلفل الأخضر وصل سعره ل 5 جنيه. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2022 يسعى الجميع لمعرفة أسعار اللحوم، وهناك الأسعار اللحوم السودانية وصل هنا سعرها لأسعار منخفضة حيث وصل سعر الكيلو النهاردة ب 110 جنيه. شفنا مع بعض أسعار الخضار من داخل إحدى الأسواق في محافظة المنيا، ولكن الأسعار في سوق العبور الأسعار مختلفة شوية، وهنا كمان حدث انخفاض في الأسعار. أسعار سوق العبور وصل سعر كيلو الطماطم النهاردة من 3.5 جنيه ونص مقابل 7 جنيه الأيام الماضية، البطاطس من 2 جنيه ل 3 جنيه ونص، أما البصل من جنيه ل 2 جنيه وربع، الكوسة من 2 جنيه ل 4 جنيه، الفاصوليا من 5.5 ل 6.5، الجزر من جنيه ونص ل 3 جنيه ونص، البتنجان البلدي من 2.5 ل 3.5، البتنجان الرومي من جنيه ونص ل 2 جنيه ونص، والبتنجان الأبيض وصل سعره من جنيه ونص ل 3 جنيه ونص، والفلفل الرومي البلدي من 2 ل 4 جنيه، الفلفل الرومي السوب من 3 ل 6 جنيه، الفلفل الحامي من 2 ل 4 جنيه. أما عن الفلفل الألوان وصل سعره النهارده من 5 ل 8 جنيه. تابعونا وانتظرونا بإذن الله بكل ما هو جديد، ولا تنسوا دعمكم لنا.